أنا اكتشفت أبشركم، يعني الغرب اكتشفوا أشياء، لكن الله فتح علي باكتشاف الحمد لله، وله الفضل والنعمة سبحانه وتعالى. مثل ما اكتشف أينشتاين النظرية النسبية، أنا اكتشفت نظرية في الحياة الزوجية وكتبتها في الصحيفة في الشرق الأوسط وانتشرت في النت، اسمها الوصفة السحرية للحياة الزوجية. يعني إذا طبقت هذه الوصفة سوف تعيش أنت وزوجتك زوجتك أسعد حياة في العالم. اسمعوا مني، أنا اكتشفتها، لم يسبق أنا اكتشفها أحد، من فضل الله عليه سبحانه، لأنكم تظنون فقط أن إسحاق نيوتن أو أينشتاين الله يجعل حتى في المشرق سبحانه ربي سبحانه. فاكتشفت شيء في التعامل مع الزوجة، اسمع، وأرجو أن يكون أنا بيني وبين الإخوان الرجال حتى يسمعون خوات، يعني حتى أنتهي ثم أتكلم لكم إن شاء الله. والمجالس بالأمانات سر بيني وبينكم، إذا أردت أن تنجح مع زوجتك ففي وصفة اكتشفت أنا وهي رائعة وطبقها كثير من الإخوة حتى عندنا هناك ونجحوا في حياة زوجية ناجحة. أنت طبقها أنت، خلاص إن شاء الله فاز ما شاء الله. إذا اختلفت مع زوجتك فحاول ألا ترد عليها ولا تقمعها ولا ترهبها بالصوت أو بالصوت أو تقول ما صدقتي أو كذبتي أعوذ بالله أو يا كذا، لا، اتركها تفضفض، المرأة تريد أن تفضفض. ولا تنتبه للتلفزيون، لا تشتغل بالتلفزيون ولا اجلس واستسلم أمامها، أنا صحيح، وسلم رقبتك واجلس متأدبا ودعالها تتكلم بس، ولا تحاول ترد أبد، لا ترد حتى لا بحق ولا بباطل، وقول صدقتي وأنا أتوب إلى الله. أسمع، وأنا أتوب إلى الله وأعاهدك أني ما أعود إلى ذلك، وأسألك بالله أن تعتق رقبتي لوجه الله، وأنت المصيبة وأنا المخطئ والشيطان هو لعب علي وأنا عبد مقصر، وباب التوبة مفتوح، وإن شاء الله أني أعاهدك المرة الأخيرة بإذن الواحد الأحد. فالمرأة عاطفية وكريمة دائما، المرأة وهي أكرم من الرجل في الغالب، حتى يقول متنبي ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. المرأة دائما سبحان الله، المرأة أقول لكم عاطفية، المرأة أوفى من الرجل، المرأة تمرض وهي مريضة، تمرض أمها وزوجها وهي مريضة، هي المرأة تحمل ابنها طفلا وتحتضنه وتحتضن زوجها في قلبها وتقوم على الرعاية وتحاول أن تحرص، ومع ذلك تجد الرجل كأنه المتكلم. فأقول هذا عليكم بالدراسة، فإذا قلت ما استسلمت لا ترد، لا تحاول ترد حتى لو كل شيء، سوف تبدأ هي فتقول غفر الله لك وأنا أدري أنك صادق، وتبرر أخطائك هي وتعتذر لك وتلتمس. أما إذا رددت عليه ترد عليك، ثم تقوم تعطيها كلمة، ثم تعطيك كلمة، ثم تعطيها بوكس، ثم تعطيك هي لكمة. وكثير تضربهم نساءهم، وهذا معلوم طبعا، لأنه أنا ما زودت عليكم يا إخوان، عندنا مدرب في الرياض في العاصمة السعودية، ولا وخاب من افترى، يدرس نساء عندنا، مدرب هو مزاح وفي ذكاء. فجت امرأة عنده تشكو تقول زوجها جبار وأعوذ بالله لئيم، بعض الأزواج لئيم، تقول أخدمه وأصنع الطعام وأجهز ملابسه، والله ضربني كم مرة، قال انصحي، قالت مرتدى، قال أبوك، قالت ما عندي أب ولا إخوان، قال طيب اف، يقول لما ما تطلبين انفصال، قالت ما أقدر عندي أطفال، قال حاولي أن تضربيه، قالت ما أقدر، قال والله لو تعملين رياضة، قال فأخذت فعملت رياضة، وأنا ما أؤيد طبعا استغفر الله، بس أخبركم بالقصة. قال والله قامت برياضة وقامت بعلم، يوم جاء مرة من المرات قام يريد يضرب فقام فضربت، فجاب الشيء فلكمته، فجاء تحمل شيء فحملت شيء، قال اصبر اصبر وين أنت وين أنت، قالت والله إما دمي يسير ولا دمك اليوم، إما روحي، قال قولي لا إله إلا الله، استغفري يا بنت الحلال، قال جنيت أنت، قالت والله الذي لا إله إلا هو، إما دمي وإلا دمك وإلا روحي ولا روحك، والله إما تذبحني، قال أعوذ بالله أعوذ بالله، قال فتقدم وسلم على رأسها وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قالت يلا عاهدني هنا، أنت محترم وأنا محترم، أنا من بيت أهلي وأنت من بيتك، قال عاهدك بالله والله ما أعود لهذا الكلام، وحلفت للمدرب وهو دكتور باخذ اسمه وأعطيكم،
قال والله أنها جت عندي، قالت الله يجزاك خير، بيض الله وجهك، والله أنه سلم على رأسي وإنه بدأ يحترمني. فنعود، انتهينا من الفصل. طيب، ترى أبو سام هو عاد يعرف الموضوع. طيب، أما الرجل، وأنا أقول لكم النساء أيضا للرجل، وهذا بيني وبينكم، وهذا الرجال خلاص انتهينا، والمجالس الإيمان. أنا درست الرجل، أنا درست علم النفس والتربية، والأطباء وافقوني على هذا. الرجل يحب المدح، يموت في المدح، لو كان أقبح من القرد. وقلت يا شوف، الرجل مغرور في الغالب، يعني الرجل يحب المدح ومغرور ومعجب ويصدق. والله يا أخواني، إني ما كنت أظن إني مدحت بعض الأصدقاء لي، وأنا أعرف في نفسي، قلت ما هذا الذكاء الباهر يا أخي، وما هو في ذكاء ولا شيء، وصدق. وإن بعض الناس بخيل، ونقول يا أخي خفف يا أخي، وش الإنفاق هذا؟ فصدق، قال أنا طبيعتي الله خلقني كذا كريم. والله، ويقول لي بعض المشايخ، وإني رحت عند شيخ عندنا عابد زاهد عمره حول 80، قلت لزميلي شوف المزح، المدح ترى يجري على الرجال. قال لا، ما الشيخ هذا زاهد كله يسبح دائم ويعبد الله ويهلل بيت. قلت إن شاء الله إذا هذا لحيتي، إذا مني ما خليته يصدق فخلاص. أو جلسنا بجنبه وهو يكتب له كتابات ومشاركات، لكن 80 وانتهى عطاؤه. قلت يا شيخ كيف حالك؟ قال وش حالي، ما عندك ناس ما عاد يعرفون الجهود، ترسل مقال لا ينشرون لك في الصحف، ولا أحد يقدرك ولا أحد شيء. قلت يا شيخ أنا بخبرك بالسر. قال قول الله يبارك فيه. قلت أنت عندك إشكالية. قال مش هو. قلت أنت أتيت في غير عصرك. قلت أنت رجل كبير وعصرك لا يليق. قال الله يجزاك بالخير، الله يحفظك، والله ما تروح حتى تعشى معنا. ورد غترته وبدأ يتكلم وينطلق. قلت يا شيخ أنا قرأت لك كتابات ليست عادية، ولا أدري ليست عادية، لكن ظلمك عصرك الذي تعيش فيه وصدق. فالمقصود يا أخواتي، إذا جاء الرجل فأول ما تستقبلون لو كان أشنع من وجه الذيب، قولي ما شاء الله أنوارك بدت، والحقيقة جمالك يأسرني، ويصدق مسك. قال الله يعفى عنك، الله يرضى عنك. وحتى وقولي ما هذا المسك، ولو كان عرقه يموت من 3 من الجن. قل هذا المسك الذي شيء مذهل. وإذا جلس قلت حتى جلستك جلسة عظيم، يعني جلسة أسد، جلسة إنسان، يبدأ يبادلك الشعور، يقول الله يعفى عنك، والله أنت، والله رب الذي ساقك لي، أنت امرأة من الجنة. هن الرجل يخدع بالمديح. أرجوكم يا أخواني، حتى رسائل المسجات ارسلي لزوجك، أعطيه، كوني مسرفة، أعطي، قولي يا صباح الخير، يا صباح الحب، صبحته عند المساء. إذا جاك بوجه الكالح المقطب الذي يخوف 10 من الجن، فقولي صبحته عند المساء، فقال لي ماذا الصباح، وظن ذاك مزاحا، فأجبته إشراق وجهك غرني، حتى تبينت المساء صباحا. إذا دخل تعالي اللمبة الكهرباء طفي أول ما يدخل، قال ليش طفيتي؟ قولي أنوار وجهك تكفي الغرفة. إذا قدمت الشاهي الأتاي له، أتاي شاي، لا تحطين سكر. قال ليش ما في سكر؟ قال تحط أصبعك في السكر يتحل. نعم صحيح، هذه أروع حياة في العالم. طبقوا، لكم أسبوع في تطبيق الوصفة السحرية التي اكتشفتها العبد الفقير أمامكم. تحسبون ما عند العالم العربي عباقرة، يعني العباقرة فقط في الغرب، يعني فقط، ما في بروشت ثاني، ولا في ديكارت ولا كانت ولا في إينشتاين ولا إسحاق. الله سبحانه يفتح على من يشاء. أنا أول من اكتشف هذه النظرية، طبقها زملاء وطلاب عندي هناك في السعودية، قال والله نجحت 100%، الحمد لله، براءة اختراع من الله سبحانه. طيب نعود إلى أصل الموضوع، كم بقي من الوقت؟ أنا بعلمكم، أختم بهذا فاصل، هذا راحة، يعني مثل كوب الشاي بين المحاضرة. في دولة أوروبية جاء الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أخبرني ثقات ودكاترة، وأنا قلتها في اليوتيوب. يوم الرسوم المسيئة له صلى الله عليه وسلم، قاموا تعرف بعض المتطرفين في الغرب وفي المسلمين، خافوا منهم، وخافوا
أن يأتي من الغرب أيضا متطرف. فصلوا في مسجد أظنه في السويد، صلوا صلاة العيد، عيد الأضحى، تعرفون أنتم تذبحون الخروف، خروف الحولي يعني. فجاء مسلم في المصلى يصلي بهم، طبعا في الجالية الإسلامية مسلم والمصلون خلفه. جاء مسلم سويدي دوب وأسلم، دخل في المركز الإسلامي وأسلم ولا يعرف يذبح الخروف، وهم متخوفين ذاك الوقت من الرسوم المسيح، ولا يعتدي أحد بالسكين ولا شيء. ذبح الخروف، انقلب الخروف، بقي الدم في معرف. فدخل الجامع المسجد عليهم يبغى واحد يعاونه يذبح، فلما رأوا السكين خافوا، قال ما فيكم مسلم يعني يذبح؟ قالوا لا ما فينا مسلم. هم صلوا دوبهم صلوا، السكين طويلة والدم يصير من سم الخروف، ما دروا وش الدم هذا. قالوا ولا واحد يقوله؟ قالوا الإمام، هذا إمام. قال الإمام من هناك؟ أنا. قالوا أنت قال أنا إيش؟ قالوا أنت مسلم تروح. قال الواحد إذا صلى ركعتين قلت عنه مسلم. بعدين قاموا قام واحد يقول يتكلم معه، قال ماذا تريد؟ قال أنا عندي خروف ذبحته وما مات. قال يا أخي ريحنا، مس أخذت قلوبنا، سفكت قلوبنا، هذه واقفة.